هنتكلم مع بعض النهاردة عن نبات مهم جدا ان احنا نقدمه لطيورنا اثناء تجهيزهم لموسم الانتاج، لانه مهم لطيورنا في حاجات كتير جدا، من اولها هيحمي الطيور من الامراض المعوية والامراض التنفسية، وهيرفع معانا مناعة الطيور جدا، وكمان هيزود خصوبة الطيور الذكور والاناث، وكمان هيساعد الطيور في فترة القلش. النبات ده اللي هو نبات الخروب. نبات الخروب مفيد جدا للعصافير في كل حاجة. تعالوا نشوف ازاي هنحضر الخروب، وازاي ان احنا هنقدمه للطيور، وكمان ايه الجرعات الصح لتقديم الخروب عشان نفيد الطيور بتاعتنا وما نضرش طيورنا. يلا بينا نشوف ازاي هنقدم الخروب. هو ده نبات الخروب يا جماعة. الخروب بيبقى شكله عامل كده، تمام، زي ما حضراتكم شايفين، بيبقى زي القرون كده. بعد كده بنبدأ نكسره، بنكسره اجزاء كده. بعد كده بنبدأ ان احنا نشيل منه البذر، ده البذر بتاع الخروب، تمام. بننزع الاول البذر، واحنا بننزع البذر بنكسر بقى قطع صغيرة، بيبقى زي ما حضراتكم شايفين كده، ده كده خلاص مفيش فيه بذر. ببدأ بقى اخد انا الاجزاء الصغيرة المتكسرة دي، احطها في الكنكة وابدأ ان انا اغليها لمدة 5 دقايق. يعني ده الوقت هنبدأ نحطه في الكنكة كده زي ما حضراتكم شايفين، وبعد كده اكملها مية من الفلتر، وابدأ انا اسيبه على النار لحد ما يغلي مدة الغليان 5 دقايق بس. انا محتاجه يغلي على النار لمدة 5 دقايق، بعد كده هصفيه واسيبه ان هو يبرد، واكمله لتر مية كامل، وابدأ ان انا اوزعه على المسائل. كده شكل الخروب يا جماعة. بعد لما فضل يغلي على النار لمدة 5 دقايق وسبته يبرد، هبدأ ان انا افضيه على بقية ازازة المية علشان يبقى لتر مية كامل. وده كده شكل الخروب بعد ما صفيته زي ما حضراتكم شايفين. انا استعنت بالقمع ده والمصفى علشان اصفي الخروب على بقية لتر المية زي ما حضراتكم شايفين كده. ده لون المية بعد لما ضفت عليها الخروب، ما شاء الله. على فكرة الخروب ريحته جميلة جدا جدا، وكمان مذاقه حلو، حتى برضو للبشر مذاقه حلو جدا، وكمان بيحمي من امراض كتير جدا. هنبدأ دلوقتي ان احنا نوزع الخروب على المسائي. طبعا انا معطش الطيور وغسلت المسائي كويس وسبتها، المسائي رافعها من عند الطيور بقالي 2 ساعة، علشان اول ما اقدم المشروب كل الطيور تبدأ تشرب من المشروب مباشرة، وكل العصافير تجري على المسائي على طول بمجرد ما انا اقدم المسائي للطيور. هبدأ بقى اوزع المشروب على المسائي ونقول كل الفوائد اللي موجودة في المشروب. طبعا المشروب الاول بيحتوي على نسبة جيدة جدا من الكالسيوم، وكمان فيه حديد ومغنيسيوم وزنك، وفيه مجموعة كبيرة من الفيتامينات، اولها فيتامين الف وفيتامين ب المركب، ب1 وب2 وب3، وكمان في فيتامين د وفيتامين ه وفيتامين ج، يعني في كل الفيتامينات اللي الجسم بيحتاجها علشان تقوي الجهاز المناعي. طبعا لو جينا نقول اهميته بالنسبة للجهاز الهضمي، فهو طبعا بيساعد على الهضم وبينظم حركة الامعاء، وكمان بينظم الاخراج، كمان مضاد قوي جدا للامساك لان في نسبة الياف كويسة، فبيحمي الطائر من الامساك. طبعا منظف للامعاء، وكمان طارد قوي للديدان، وكمان مضاد للالتهابات وطارد للجراثيم. كل ده بالنسبة للفوائد اللي موجودة في الخروب، وهنقدر نفيد بيها الطائر ونفيد الجهاز الهضمي. طبعا بالنسبة لجهاز المناعة، فهو بيحمي الطائر من الامراض التنفسية، وبيقوي جهاز المناعة جدا، لان هو طبعا فيه فيتامين د وفيتامين ه وفيتامين ج، وكل دي فيتامينات بيعتمد عليها جهاز المناعة وبتقوي جهاز المناعة جدا. طبعا هو مضاد للأكسدة ومضاد لهشاشة العظام، لان هو فيه نسبة كالسيوم كويسة جدا، كمان بيحمي الطائر من التشحيم، وكمان منشط قوي جدا للدورة الدموية، فبيحمي الطائر من كل الامراض العصبية. طبعا بالنسبة للخروب احنا بنستخدمه لتجهيز الطائر، لانه بيساعد جدا على جهوزية الطائر، وكمان بيزود خصوبة العصافير سواء الذكور او الاناث. فطبعا بالنسبة للذكور بيزود عدد الحيوانات المنوية، وبالنسبة للاناث بيساعد على تقوية عنقود البيض، فده هيساعدنا ان طبعا
البيض كله يبقى مخصب، لان هيزود عدد الحيوانات المنوية عند الذكور، وهيساعدنا كمان ان الانثى تضع عدد بيض اكبر، فبالتالي هيزود معانا الانتاج في موسم الانتاج باذن الله. كمان هو محفز قوي جدا على التغريد وبيزود نبرة الصوت، وكمان طبعا بيساعد على نمو الريش، فهو مهم جدا في مرحلة تغيير الريش، لانه بيطلع الريش قوي ولامع، وبيساعد على مرور مرحلة القلش بسرعة عند الطيور. فكل دوت بيساعدنا ان احنا نجهز طيورنا، وبيساعد الطيور على حمايتها من الامراض التنفسية خلال اشهر الصيف، وكمان الامراض المعوية بيرفع معانا مناعة الطيور، فهو مفيد في كل حالاته ومفيد في كل حاجة بالنسبة للطائر. بعد ما تجرب الخروب وتستخدمه مع الطيور هتقول ازاي ان انت ما كنتش بتستخدم المشروب الروعة دوت مع طيورك. طبعا الخروب خلال موسم الراحة كفاية جدا ان احنا نقدمه مرة واحدة في الاسبوع، لكن في موسم الانتاج ممكن نقدمه مرتين اسبوعيا، وممكن نقدمه عادي جدا لو معانا فروخ طالما ان الفروخ عدى عليها عمر اسبوع. مشروب الخروب مش بيحمي الطيور بس، لا ده بيحمي البني ادمين كمان، او بيحمي البشر من امراض كتير جدا، وهو مضاد للكوليسترول. طبعا انا دلوقتي هبدأ ان انا اوزع المسائي على الطيور. بمجرد ما هقدم المسائي للطيور هتبدأ ان الطيور تشرب منها على طول، لان الطيور عطشانة وانا معطش الطيور بقالي ساعتين. وبعد مرور فترة من ساعة لساعتين واتأكد ان كل الطيور شربت، هبدأ ان انا ارفع المسائي ديت واحط مية جديدة من الفلتر بدون اي اضافات. يعني مش هنسيب المشروب قدام الطائر فترة كبيرة، لاننا طبعا في موسم الصيف او في فترة الحر الشديد دوت ما ينفعش ان احنا نسيب المشروب قدام الطائر فترة كبيرة. فيكفي جدا طالما الطير عطشان ان احنا نسيبه ساعة او ساعتين قدام الطائر، والطائر ان شاء الله يشرب منه ويستفيد من كل الفوائد اللي موجودة في الخروب باذن الله، وهتلاقي تغيير كبير جدا على طيورك مع استخدام مشروب الخروب مرة اسبوعيا خلال شهر 7 و8، وهتحس فعلا ان الطيور جاهزة جدا للانتاج ومتحفزة جدا على الانتاج، وكمان مناعتها هتعلى معاك جدا ضد الامراض، وهتحس ان الطائر فرق في حجمه وفي الريش وفي نشاط وحيوية الطائر. يلا بينا نوزع المسائي على العيون. زي ما حضراتكم شايفين الطيور هي بدأت تروح على المسقى وتشرب. طبعا الخروب يعتبر فيتامين متنوع قوي جدا للعصافير، وكمان الخروب طارد قوي جدا للديدان، فهيحمي طيورك من مرض الديدان اللي بيسبب مشاكل كتير. زي ما حضراتكم شايفين بعد ما الطيور تبدأ تشرب هنرفع المسائي بعد مرور ساعة او ساعتين لما نطمن ان كل الطيور شربت. الخروب كمان ممكن ان احنا نقدمه على الوجبات الطرية عن طريق ان احنا نشتريه من عند العطار، يا اما نشتريه خروب بودر، او ان احنا نحمص القرون بتاعة الخروب ونبدأ ان احنا نطحنها بدون البذر. طبعا يعني هنشيل منها البذر الاول وبعد كده نبدأ ان احنا نطحنها ونستخدمها كبودر، نضيف منه معلقة صغيرة على الوجبات الطرية. يبقى احنا برضو قدرنا ان احنا نفيد طيورنا من كل القيم الغذائية اللي موجودة في نبات الخروب عن طريق المشروب، او عن طريق ان احنا نقدمه كبودر على الوجبات الطرية. شكرا ليكم، ويا رب يكون الفيديو مفيد جدا لحضراتكم، وفعلا هتلاقي اختلاف كبير جدا على طيورك باذن الله. اخوكم احمد ابراهيم من قناتكم هاوي عصافير الجنة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.